أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج نجاح موسم الحج لهذا العام، وقال إن هذه البلاد مفتوحة لجميع المسلمين ولا نمنع الإيرانيين ولا غيرهم. وقال الفيصل في مؤتمر صحفي إن أكثر من 1 مليون حاج مدوا من مكة المكرمة يد السلام والأخوة للعالم، وأضاف أن الحج هذا العام كان استثنائيا في الخدمة والإجراءات والتعليمات والثقافة. وأكد الفيصل أن المملكة تركز على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بعيدا عما يحدث من صراعات وأزمات في المنطقة. وفيما يتعلق برؤية المملكة 2030 بزيادة مجموع الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليونا، أمل الأمير خالد الفيصل بمواكبة طموحات الدولة، وهو ما انعكس على وضع مشروع لتطوير المشاعر المقدسة وربطها بمشاريع مكة المكرمة والذي سيبدأ العمل بتنفيذه قريبا. أيها الإخوة، باسمي وباسم جميع زملائي الذين شاركوني واشتركوا في خدمة الحجاج في هذا العام، أتقدم بالشكر والتقدير للملك المفدى، وأتقدم بالشكر والتقدير كذلك لحجاج بيت الله الحرام الذين شاركونا الحب بالحب والاحتضان بالاحتضان والتقدير بالتقدير، وساهموا معنا في إنجاح هذه الفريضة.